الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المفطرات المعاصرة الحقن العضلية والحقن الجلدية والحقن الوريدية. أما الحقن الجلدية والعضلية فقال علماء المعاصرون أنها لا تفطر، وسئلت اللجنة الدائمة عن حقنة البنسلين وحقنة الحمى الشوكية وحقن السكري، فقالوا حقن السكر فقالوا أنها لا تفطر، وعلى ذلك أفتت اللجنة الدائمة. وأما الحقن المغذية في الوريد فهذه الذي وقع فيها الخلاف، فبعض العلماء من قال أنها لا تفطر الصائم، وذهب في الرأي الثاني الشيخ السعدي وابن باز والعثيمين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، قالوا بأنها تفطر، لأن هي ليست هي أكلا وشرب، لكن هي في معنى الأكل والشرب، لأن من يوضع له المغذي في الوريد فإنه يستغني عن الأكل والشرب، وقد يجلس ذلك إلى أيام. فقالوا أن من يفعل ذلك فإن ذلك يفسد صيامه ويفطر على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.